بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حفظنا الكريم ورحمة الله وبركاته. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولمقام بقية الله في أرضه. اللهم التراب مقدمه الفداء، ولمراجعنا العظام، وللأمة الإسلامية جمعاء، بمولد أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام، سائل المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة جمعاء بالخير والنصر والفوز القريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.